هاد الانطلاق ديال هاد الحموسين ديال مولاي عبد الله كان واحد الاحتجاج امام الجماعه اللي كيحتجوا على مجموعه من الامور، شنو الراي ديالكم؟ شوف انا هذيك ما كنعتبروش احتجاج، حيت انا السنه اللي فاتت جلست معاهم ومشيت لعندهم وتواصلت معاهم، وكاينين بعضهم اللي شغلناهم وفي الاخر كيرجعوا كيقول لك داك الصالير ما عجبنيش، ولا حنا هنا ما كنشغلوا ما كنتشاوش، تاني ملي كنشغلوا واحد الشاب ما كنتشاوش، انا راه كانت كتكون عندي 600 700 شاب كدير وقفه احتجاجيه، فين مشاو هاد الوليدات؟ كلهم خدموا، انا هادو ما كنعتبروش احتجاج، هذا هدف ديالهم مدفوع، لان اللي كيحتج على مطلب، ما كيحتجش كيقول الرئيس سير بحالك، فهمتيني؟ الرئيس جايبه انتخابات، الرئيس جايبه مواطنين، فهمتيني ولا لا؟ كيقول الرئيس سير بحالك، اللي بغى شي حاجه كيطلبها، فهمتيني؟ هاد الناس مدفوعين من جهات اخرى خصنا نقولوها، لان هذيك السنه انا مشيت عندهم وتواصلت معاهم وجلست معاهم، هاد الناس مدفوعين من جهه اخرى باش يشوشوا، وانا راه ما كنتشوش، لا بالعكس انا تواصلت معاهم ديك المره وجيت جلست معاهم، ملي لقيت المطالب ديالهم ليست بمطالب كما كيقولوا عادله، هاد الناس كيطلبوا مطالب اخرى غير معقوله، انا راه مشيت فيها، انا كنحاول وليدات البلاد نلقى لهم فين يخدموا، كنحاول نوجد كيقولوا الظروف ديال الاستثمار، والمستثمرين كيجيو وباكثريه فهمتيني عليهم يمشيو يخدموا، هاد الوقيته هادي دابا اللي كيضيعوا في هاد الوقفه كانوا عليهم يمشيو للحي الصناعي ويقلبوا ويدقوا البيبان، وانا معاهم، انا معاهم، انا معاهم في المطالب ديالهم، ولكن انا ماشي معاهم حينما يكونوا مدفوعين من طرف جهات اخرى.